لكن فيما يتعلق بقى بالمدير الفني الجديد، عايز ابتدي بالشروق. بتقول ايه الشروق؟ بتقول ان الاهلي يعلن اسم المدير الفني الجديد عقب مواجهة اطلع بره، وده وارد. تمام؟ ده وارد ان يتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد بعد مباراة اطلع بره. امتى مباراة اطلع بره؟ هتكون يوم الجمعة الجاية ان شاء الله باذن الله. لجنة التخطيط تناقش 10 سير ذاتية لمدربين اجانب ومفاوضات مع وكيل لاسارتي لتخفيض الشرط الجزائي ودعم كامل لمحمد يوسف. طيب، هو عنوان على 3 اجزاء. الجزء الاولاني ان ما اعتقدش ان هم 10 سير ذاتيه بس، يعني اعتقد ان في سير ذاتيه كتيره جدا ارسلت للنادي الاهلي من مختلف الوكلاء، من مختلف المدربين. النادي الاهلي ممكن كان يعينه مثلا حد معين، بيفكر في حد معين من خلال الاجتماعات، لكن لا اقدر اكده لحضراتكم ان ما فيش اي جديد في حتى هذه اللحظه بخصوص ملف المدير الفني الاجنبي. وامبارح كان اول يوم، امبارح كان اول يوم للحديث بشان ملف المدير الفني الجديد. اول امبارح طب كانوا بيعملوا ايه؟ اول امبارح كانوا بيناقشوا خلاص قرار قالت لاسارتي ومين هيحل محله مؤقتا، وهو كابتن محمد يوسف. الجزء الثاني من الخبر، مفاوضات مع وكيل لاسارتي تخفيض الشرط الجزائي. هتسمعوا كلام كتير جدا عن الشرط الجزائي، ناس تضرب ارقام فوق وناس تضرب ارقام خفيفه شويه وارقام متوسطه، هتلاقي الموضوع مختلف، كل واحد بيقول استنتاجاته في موضوع الشرط الجزائي. لكن حتى هذه اللحظه مفيش اي حاجه رسمي خرجت من النادي الاهلي بخصوص قصه الشرط الجزائي مع مستر لاسارتي. وعلى فكره الموضوع انتهى خلاص، يعني النادي الاهلي حسم الامر، الشرط الجزائي اتدفع او الامر خلص، يعني المجمل كله ما فيش ولا مفاوضات مع وكيل لاسارتي عشان تخفيض الشرط الجزائي. البنود واضحه، والنادي الاهلي اكيد حتى لو كان في دماغه ان هو يعمل بعض المفاوضات او حاجه، دي كلها امور بتخص الاداره، يعني حاجه بتخص الاداره مش عايزين نتكلم فيها كتير. دعم كامل لمحمد يوسف، بكل تاكيد دعم كامل للكابتن محمد يوسف خلال الفتره اللي جايه حتى التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد. عايز نروح بقى ايه للوطن. الوطن وبعديها نجيب الجمهوريه على طول، لان العنوان مختلف، يعني في ده وعكسه. اوكي. معلول وجروس وفريرا على مائده ترشيحات قياده الاهلي. تمام؟ من ضمن الاسماء، او اكيد هتبقى اسماء مطروحه يعني. النادي يحدد شروط اختيار المدير الفني الجديد. الشروط معروفه جدا، شروط واضحه، وان الراجل يكون عنده نفس طموح النادي الاهلي ويكون ملم ب كل ما يخص الكرة الأفريقية، عنده خبرات مميزة، عنده سي في محترم عشان يقدر يتعامل بشكل جيد مع طموحات النادي الأهلي. الخطيب يتحفظ على دياز، برضو دي كلها استنتاجات. كواليس جديدة في قرار إقالة لاسارتي، مفيش أي كواليس ولا حاجة، الموضوع بسيط جدا، هو اتفاق وخلاص تم. يوسف يعالج اللاعبين نفسيا قبل إطلع بره، ده ضروري وده حصل. والصفقات الجديدة تظهر في دوري أبطال أفريقيا، وده وارد جدا إن يكون في متولي وقفشة وديانج يظهروا. قفشه ظهر في مباراه بيراميدز، لكن ممكن في بطوله دوري ابطال افريقيا بتحديد مباراه اطلع بره يعني نشوف بعض العناصر. لكن في الجمهوريه سريعا قبل ما اطلع الفاصل بيقولوا ايه بقى؟ الاهلي يبحث عن خواجه فوق العاده، ماميتش وكارلوس ابرز المرشحين، ده تمام. لكن هنا بيقول لك دياز وجروس يبتعدان، وفي الوطن بيقول لك جروس على مائده الترشيحات. يعني هتلاقوا زي ما قلت لحضراتكم، وانا بقى يعني بديكم دليل اهو، ان اخبار هتقول لك اسماء معينه واخبار هتنفي هذه الاسماء مختلف الجرايد. وفي الحقيقه كله بيجتهد، وده حقهم بكل تاكيد يعني، وشغلتهم اكيد انهم بيحاولوا يجتهدوا عشان يوصلوا للمعلومه اللي يقدروا يدوها للقارئ.